والدتي الله يرحمها، وأختي الله يرحمها أسمهان برضو، وأخويا فؤاد اللي الحمد لله لسه عايش، وأنا أهو لسه ربنا عايش يديك برضو. الصحة. ف يعني والدتي لما سبب اللي احنا جينا بلدنا مصر، كان في ثورة في جبل الدروز مع طبعا عمي قائد الثورة السورية اللي هو سلطان باشا الأطرش، ومع عمومتي التانيين وأهلي كانوا بيحاربوا الاستعمار الفرنسي. فوالدتي خافت علينا والدي، فبعتونا قالوا روحوا انتوا اقعدوا في مصر لحين ان تنتهي الثورة ان شاء الله بالانتصار وترجعوا تاني لبلادكم. انا بعتبر انه كل بلد عربي بلادي واوطاني. فمصر جيت انا هنا حوالي سنة 1924 على ما اذكر، وكنا صغيرين. انا جيت عمري كان 7 سنين، لان انا اتولدت 1917. لم تذكر اليوم ده أستاذ فريد؟ انا اذكر طشاش يعني، لانه جينا ودخلنا كلاجئين سياسيين، وقفنا في ما كانش معانا جوازات سفر، فقعدونا في المطار على ما اذكر، واحنا اولاد صغيرين ووالدتي ويانا. واتصلت السلطات والامن العام هناك، كان ايامها الله يرحمه سعد باشا زغلول، وقالوا لهم في عائله من عائله الاطرش في افراد كذا وكذا وكذا وجايين يطلبوا اللجوء السياسي، فسمحوا لنا وتكرموا علينا ودخلنا مصر كلاجئين سياسيين من عائله الاطرش، جايين هنا عشان خاطر نلتجئ كناس هربانين من الثوره في في ظروف ظروف عصيبة نعم يعني. عصيبه. فكانت النتيجه الحمد لله ان استضافتنا البلد المضيافه الكريمه باهاليها وناس الكرماء اللي فيها النبلاء، فدخلنا مصر. وبعدين طبعا ابتديت انا اروح المدرسه ووالدتي بعتتنا، وما تقدرش تتصور بقى العذاب اللي الله يرحمها والدتي تعذبته، لانه كنا مقطوعين عن اهلنا وما كانش في حد يعولنا. فكانت والدتي بتشتغل حاجات، تعمل مناديل بقوية. انا اتذكر والدتي كنت اشوفها بعناية، واتذكر الايام دي كانت تشتغل في البيت حاجات بترتر والحاجات دي عشان خاطر تصرف علينا وتعولنا لحد لما تنتهي، واهالينا ما يعرفوش احنا فين ولا عناويننا ولا قادرين نتصل بيهم ولا هم قادرين يتصلوا كان سبل بينا الاتصال مش ميسرة في الوقت ده بين مصر ابدا. وسوريا، انت يعني كان عملية مش الاتصال سوريا، صعب. مش سوريا، لان الحرب كان في جبل الدروز، اه فكانت مقطوعه الدنيا المواصلات. ازاي تقدر تبعت؟ ازاي الجوابات هتوصل؟ لا يمكن، كانت مقطوعه في حرب، في حرب في جبال، احنا جبال الدروز. كانوا العرب الدروز هناك مع سوريا بالاتحاد مع سوريا طبعا، كانوا بيقاوموا في جبال فرنسا، مش بلد صغيره، كانوا بيقاوموا فرنسا، والحمد لله انتصروا بالصبر والشجاعة والإيمان، قدروا ينتصروا على الفرنسيين ويخرجوهم من البلاد وينتصروا عليهم. وحصل اتصال بعد كده. بعد بقى سنين كنا بقى إيه، قعدنا ودخلنا مدارس وابتدينا نتربى ونتعلم. سنة 29 مش عارف مين سمعني في البيت بغني بدندن، فقالوا لوالدتي ليه ما ده تعلم؟ يوم تاني بقى. ده يوم تاني كنت بروح المدرسة، مدرسة الخرنفش، مدرسة الفرير يعني، مدارس مسيحية، فكانوا بيجوا يرتلوا تراتيل دينية، كنت أنا أعجب بيها، والمسلمين كانوا يخرجوا من الفصل أثناء التراتيل الدينية دي، لأنه طبعا ده الدين لله كله. فلما المسلم كان عايز يخرج مش عايز يحضر، كان له الحق إنه يطلع ما يحضرش حصة التراتيل الدينية. أنا كنت بقعد لأنه حبيت الأهازيج الدينية دي والتراتيل والنغمات الحلوة، معرفش لأن ربنا يظهر كان حاطط في قلبي وجسمي ونفسيتي ومشاعري كلها، كان في موهبة، في حاجة في نفسي، فكنت بحب التراتيل دي وأقعد أغني وياهم وأرتل وياهم. فحسوا إن أنا في صوت يعني كويس المدرس، فيظهر وصلوا لوالدتي قالوا لها فريد بيرتل وكان بيقود كمان فرقة التراتيل الدينية ومعجب جدا بالتراتيل الدينية، فما دام عنده الإحساس ده ليه ما تعلمهوش موسيقى؟ فوالدتي بعتت لي المعهد الموسيقي وقبلوني امتحنوني ونجحت في الامتحان الحمد لله، ودخلت أتعلم بقى أصول السولفيج والنوتا وعلى ده يوم، أساتذة. ده يوم بقى من الأيام الرئيسية في حياتك اللي بدأت أتعلم تتعلم الموسيقى. فيه الموسيقى. طبعا ده كان تحول من تلميذ ما أعرفش مصير إيه في الدنيا، بستنى القدر لما أهلي يخلصوا من ثورة وما عندناش ناكل ووالدتي بتشتغل عشان تعيشنا، واضطريت انا في هذه الاثناء من دخول المدرسه وانا صغير عشان اساعد والدتي
اني اروح اشتغل في محلات اسمها كان بلاتشي في الموسكي، واركب عجله واوزع اعلانات واشتغل كاي عامل بسيط. تذكر يعني الايام دي يا استاذ فريد؟ لا يمكن انساها. لا يمكن انساها. يعني بتذكر فيها ايه؟ بتذكر ما زلت فيها مواقف حلوه؟ لا هي مريره يعني، ما فيش شك انه لاي نفس طبعا كبيره او لاي نفس يعني، لكن انا كنت بحس ما كنتش بحس بذل، لانه بشتغل بعرق جبين يعني، وانا حتى صغير ما كنتش بلاقي ده في غضاض او عيب. العيب انه واحد يمد ايده للناس او يشحت او يكون ثقيل او يروح يتذلل او يكون عالي على ناس تانيين. فانا ما لقيتش غضاضه ابدا ان انا اشتغل. كنت بشتغل بالنهار من الساعه 7 الصبح واروح المدرسه بعد ما قدرتش اكمل، لانه ساعات كنت بتغيب عن المدرسه. النهارده يقولوا لي روح وزع اعلانات مثلا في باب الشعريه، روح وزع اعلانات مش عارف ايه، فاتغيب عن المدرسه. ده اول مبلغ بقى برضو الناس توسطوا لي، واقمت حفله سنه 29 في تياترو برنتانيا، كان في شارع مدين اسمه برنتانيا، ولقيت عندي موهبه، ربنا اداني موهبه، بقيت الحن حاجات صغيره لبديع مصدمي للفرقه يعني، سكتشات صغيره، ديالوجات غنائيه. انا وبديع كنت بشتغل في ابراهيم حموده المطرب المعروف، فكنا بنعمل تريالوج يعني، بديع في النص وهو من هنا وانا من هنا، ونقول حاجات مع بعض كنت انا بلحنها. استاذ فريد تذكر اليوم اللي مسكت فيه العود وحسيت انك بتلحن اول مره؟ ايوه معلوم، لانه انا سبب ان كان في عود في البيت، لان والدتي الله يرحمها كانت غاويه عود، تضرب عود شويه، فانا العود كان موجود في البيت، كنت اخذ العود وادندن عليه كده، اطلع نغمات يعني من غير معلم. انا اللي علمتني الحياه والموهبه اللي ربنا اداها لي يعني، لقيت نفسي انا بضرب من غير معلم بودني اللي ربنا جعل فيها فن وموهبه، ساعدتني على اني اقدر اطلع نغمات لان ودني سليمه، وقدرت اني ابتدي اعزف من غير اي مدرس، بس بمجرد ان والدتي تضرب قدامي اقلدها، وابتديت اتعلم. لكن لما رحت المعهد كنت بقى ابتديت يعني اتمرن واوصل اني ابقى اتقدم بسرعه، لدرجه انه سنه 1934، ودي كانت نقطه تحول كبيره جدا في حياتي، اني وصلت اني اعزف عود بدرجه يعني بكل تواضع، درجه يعني ما كانش حد يعني يزاحمني فيها في هذا الوقت. اتصور يعني من اربعه لحد النهارده، العفو يعني العفو، وانا صغير يعني يمكن كنت اقوى من دلوقتي. شوف يعني كنت عفريت في العود، حاجه غريبه. كانوا يقعدوا وانا بتمرن في المعهد، يقعدوا يتفرجوا يسمعوني، يقعدوا يتلموا عليا الناس، يقعدوا يسمعوني وانا بتمرن وبدرس، عشان يسمعوا ايه المعجزه ده اللي هو في هذا السن وبيضرب بيعزف عود بالطريقه دي. فانا اول ما اشتغلت في الاذاعه جابوني كعواد، لان ما كانوش يعرفوا ان انا بغني. سمعوني يظهر الاستاذ الكبير مدحت عاصم، وده له افضال عليا، لان هو اللي اكتشفني، هو اللي كان مره فايت في المعهد وسمع واحد بيضرب عود، وجه وقف على الباب بره وشافني انا بضرب عود وبعزف ازاي. فاول ما اعلنوا ان هو مدير اذاعه، اول ما فكر يستدعيني ويوظفني علشان اشتغل